بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا. محاضرتنا هي بيها ريسايكل يعني تدوير، بيها ريسايكل تدوير، وبيها بيرج، وبيها انرتس، وبيها باي باس. ناخذ مثال حتى نوضح الريسايكل. هو هذا ريسايكل، اكو عندك ان، اكو عندك فيد، اكو عندك اوت برودكت، وجزء من البرودكت يرجع الى الفيد. يرجع الفيد، هذا هو الريسايكل، هذا هو الريسايكل المرجع. نوضحها بالمثال. عندك فيد 10,000 باوند بير اور، النسبه مالته 40%، وهنا دبليو هذا بيور ووتر، والجي النسبه مالته 50%، وبي بي فلتر، وبي سوليوشن، بي كيك، بي مادة صلبة تركيز مالته 95%، والسوليوشن تركيز مالته 45% من ال NaOH، والراجع التركيز هو 45%، والتركيز هنا 50%. يريد ال W ويريد ال P ويريد ال R. W مجهول وال P وال R هذا كله هو يريده. اوكي، فلو ريت 400، اسيوم ذات ذا برودكت سوليوشن ويل فروم ذا ستيل 50%، هذا 50%، هذا ثابت 50%. فاحنا عندنا البروسيس مره ثانيه كتبته، هذا هو بيور ووتر، هذا هنا دبليو بيور ووتر، هذا بي بي سوليد، بي سوليد وبي سوليوشن، بي سوليوشن السوليد تركيز مالته 500، والسوليد 500 يحتوي على 45% ان او اتش، هنا 500 جي، وهنا 45%. نسوي ماتيريال بالانس على الان او اتش كاوفر اول، نسوي ماتيريال بالانس على الان او اتش، نسوي ماتيريال بالانس اوفر اول يعني على السيستم كله، على السيستم كله. هذا هو السيستم اللي حددناه، نسوي ماتيريال بالانس. فالان هو 10,000 مضروب في تركيز مالته 0.4 يساوي دبليو ماكو صفر، وبالبي اكو شنو؟ اكو عندنا 0.95 مضروب في بي، مضروب في بي، مضروب في بي، وهذا التركيز، هذا هو التركيز بالكيك 0.95. وعندنا بالسوليوشن عندنا 45% 0.45، لكن تضرب ايضا بالنسبة مالته اللي هو 0.05، لان يقول هذا السوليوشن 5% من عنده، ومضروب في بي، مضروب في بي. المعادلة مجهول بها فقط بي، والبي ينحسب هو 4113 باوند، 4113 باوند. سميتي البلانس الان، الان هنا 400، والاوت هنا متكون من مادتين 95% من بي اللي هو الكيك او السوليد، و 500 سوليوشن، معنى 500 مضربنا في 45%، التركيز مالته هذا، التركيز هذا مضروب في بي، حسبنا البي. اذا سوينا ماتيريال بالانس على الماء، اذا سوينا ماتيريال بالانس على الماء، الماء الداخلي هو 0.6، 600 من 10,000، 600 من 10,000 يساوي لنا الماء هنا هو دبليو، هذا كله دبليو، والماء هنا هو جزء، جزء من عند اللي بالسوليوشن، هو الماء جزء بالسوليوشن، الماء اللي هو 5%، 5% ومضروب ب اللي باقي، اللي باقي 55%، اللي باقي 55%، ومضروب في بي، البي اللي حسبناه سابقا 4113، والمجهول هنا فقط دبليو، والدبليو يساوي 5,878 باوند، باوند 5,187 باوند. سوي ماتيريال بالانس على الماء، هنا ستيمية موجود، وهنا موجود بالسوليوشن 500 55% في 4113 من البرودكت زائد دبليو، والدبليو تساوي لنا 5,887. هذا بالنسبة
الى الدبليو وحسبنا البي. هسه نريد نحسب الار، نريد نحسب الار. اذا سوينا ميتيريال بالانس، اذا سوينا ميتيريال بالانس على الجزء، ميتيريال بالانس على الكريستالايزر، اذا سوينا ميتيريال بالانس على الكريستالايزر او سوينا ميتيريال بالانس على ال او رو ميتيريال بالانس، اذا سوينا ميتيريال بالانس على ال NaOH، على NaOH الموجود، على NaOH الموجود كمية NaOH هنا هو 10000، 10000 مضروبة في 40% في 40% ويساوي هذا 4000 باوند، هذا يساوي 4000 باوند. هذا هو ال NaOH الموجود، هذا هو ال NaOH الموجود. ونسوي ماتيريال بالانس على الايفابوريتر، نسوي ماتيريال بالانس اذا بدنا نسوي على الايفا على الكريستالايزر، اذا بدنا نسوي على الكريستالايزر، على الكريستالايزر ماتيريال بالانس على الكريستالايزر، كمية ال NaOH اللي داخله بالجي هو 0.5 مضروب في الجي، هذا لازم يساوي لنا، لازم يساوي لنا كمية ال NaOH، كمية ال NaOH اللي داخله، كمية ال NaOH اللي خارجه هنا اللي هي نفس هذه اللي حسبناها سابقا اللي هي 0.95 مضروب في بي زائدا 0.45 مضروب في 0.05 وهذا مضروب في بي وزائدا كمية بالجي، كمية بالريسايكل، بالريسايكل، بالريسايكل هي 0.45 مضروبة في R، 0.45 مضروبة في R. عندنا المجهول فقط هو G و R، المجهول عندنا فقط هو G، G و R، المجهول عندنا فقط هو G و R. أو تقول 0.5 هنا نقدر نحسب كمية بمثال آخر، نقدر نسوي على الإيفابوريتر ماتيريال بالانس تقول 10000 في 40% في 400 NaOH زائدا بالآر، بالآر اكو عندك 0.45 مضروب في آر لازم يساوي هنا بالدبليو صفر وبالجي هي 0.5 مضروبة في الجي، 0.5 مضروبة في الجي. فعندنا معادلتين، هاي معادلة، هذه معادلة وهذه معادلة، نقدر نحلها آنيا. تقدر تحسب الـ R تساوي 83870 باوند، الـ R يساوي هلقد باوند، نقدر نحسبها نحلها آنيا حتى نحسب قيمة الـ R. مثال آخر يقول عندك فيد 20% هنا التركيز A و B تركيز 80% وهنا موجود فقط A بالريسايكل، عندنا فقط A، فقط A والـ W أيضا A اللي كميته هو 100 كيلوغرام، الـ W فقط A 100 كيلوغرام وهنا التركيز 5% A والباقي، الباقي 95% من البي، من البي يريد كمية الدبليو والبي والاف. الدبليو معلومة نعطيها بالمسألة هو 100 كيلوغرام، الدبليو نعطيها 100 كيلوغرام، هذا يعتبر هو البيسز مالنا، هو البيسز مالنا، الدبليو هو 100 غرام، هذه الدبليو مالتنا هي 100 غرام، هذه ونسوي ميتيريال بالانس على الاوفر اول الاس يساوي بي زائد دبليو، هاي معادله، ونسوي ماتيريال بالانس على A، ماتيريال بالانس على A اللي هو 0.2 مضروب في اف يساوي لنا هنا ايش قد 0.05 مضروب في بي، في بي زائد هنا قيمه A، قيمه A هنا بيور A، بيور A، بيور A زائد دبليو، زائد دبليو، هاي معادلة، هاي معادلة دبليو عندنا هي 100، دبليو 100، هاي معادلة رقم واحد. ومعادلة رقم اثنين سوي ماتيريال بالانس على البي 0.8 مضروبة في اف
0.8 مضروب في اف لازم تساوي ان هنا صفر، البي هنا صفر، زائدين 0.95 مضروبه في بي. عندنا معادلتين نقدر نحلها آنيا، نقدر نحلها آنيا حتى نحسب الاف ونحسب البي، نحسب الاف ونحسب البي. بالتالي عندك هنا البي تساوي لنا 533 كيلوغرام، والاف تساوي 633 كيلوغرام. ونسوي ماتيريال بالانس، نقدر نسوي ماتيريال بالانس على البروسيس والسيبريتر. نسوي ماتيريال بالانس على البروسيس والسيبريتر. هذا هنا ماتيريال بالانس نقدر نسوي على هذا الجزء اللي داخله 0.4A داخل بالجي، هذا الجي 0.4 في جي، 0.4 في جي تساوي لنا الدبليو، هي دبليو 100، زائدين 0.05 مضروبة في بي، في بي صارت معلومة، والزائدين هذا كله الار هو ار، هذا كله هو ار. ونسوي ماتيريال بالانس على الاي، ماتيريال بالانس على البي، يصير عندنا معادلتين، وتحسب الار، تحسب الار اللي قيمتها 211، تحسب الار اللي قيمتها هي 211.